تعمقي في مجال دراسة الإشعاع والوقاية الإشعاعية كانت يعني دافع وحب لخدمة هالوطن. لقيت أن هذا التخصص نادر مو موجود في الوقت اللي الدولة محتاجته. المفروض إحنا نفكر أو نركز على إيجاد حلول مبتكرة بحثية لتقنيات جديدة تركز على المياه الجوفية. دراسة مهمة وتفيد الدولة، تفيد أمنها المائي وجودة المياه فيها. هذا المصدر اللي راح يستخدم لري المحاصيل الزراعية في هالمزارع اللي مفروض أنها راح تزداد في الدولة. لازم كل يوم يكون عندي فيه تحدي، كل يوم لازم يكون عندي فيه شيء أضيفه لنفسي. كنت محتاجة أنه أمر في مرحلة صعبة اللي هي إصابتي بمرض السرطان. انخراط مرة ثانية بالحياة المهنية والاجتماعية راح يخليني أنسى هالشيء، راح يخليني فوكس على حياتي أنا مو على المرض نفسه. خلاص هذه صفحة وراحت وانتهت. اليوم الوطني للسنة هذه راح يكون يوم مميز، ويوم مميز مش في الدولة نفسها، فينا إحنا من داخل. راح نشعر بقيمة قطر أكبر وأكثر، وراح يكون عندنا دافع أكبر إن إحنا نظهر حبنا لهالبلد. هدى عبد الرحمن السليطي، عالم أول في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في جامعة محمد بن خليفة.